صفاح الياسمين. فرحانة ياسر بثقتكم فيا وحبكم لي. حبيت لكم مانيش باش نخذل معناها الناس اللي تحبني. دائما تذي مريضة لدرجة أني معناها حتى يعني هكا تشدني العبرة ونفس ما نجمش نتكلم، لكن كلامكم قويني وكلامكم يخليني نقف على ساقية. كل فترة تعدى في حياة الإنسان ما تزيد وكان قوة وشجاعة وتعلم. كما قلت لكم كل فترة في حياة الإنسان هي تجربة من الله، وهي يعني هيبة من الله. حاجة واحدة أنا ديما يعني هي دستوري في مخي، نقول حد فينا ما هو ملايكة ونسكرت نجم طولت، لكن في الخدمة معناها كيفاش قلوها معناها ما نلعبش. معناها الخدمة هي بالنسبة لي أنا مكان مقدس معناها، والخدمة إذا تعطيها تعطيك. فذيك علاش أنا نمبر وان في حياتي معناها أبار أمي هي خدمتي. وحاجة أخرى زادة مهمة ديما نذكرها وديما هي بالنسبة لي نقول أنا هي ربي قدم هنا كمثال. معناها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجد الخير في أهله، ويعني عذبوه أهله واتهموه بالجنون واتهموه بالسحر، يعني ما فماش يظهر لي رسول ولا نبي معناها تعذب كما تعذب محمد صلى الله عليه وسلم. فغادر أهله وذهب إلى مكان بنى فيه. فالرسول الأكرم يعني غادر مكانه أرضه البلاصة اللي يتنفس فيها حتى ينقذ نفسه وينقذ معناها الناس اللي أمنت به واللي صدقته. فقصة محمد صلى الله عليه وسلم ديما تلهمني، ديما يعز عليا ياسر اني مفارق. اللي يعرف خولة أبو كريم يعرف أنا إنسانة وفية الأشياء وفية الأشخاص، لدرجة أنه حتى ساعات صحابي كي يتغشوا علي ولا ينسوني وبعد يتذكروني ويكلموني ما نهزش البغض. يعني ما نوصل مفارق وما نوصل نبعد إلا ما معناها بالحق، فما يعني إلا ما يبدأ فما أمر جلل معناها، لما يبدأ فما عدم القدرة على التحمل والاحتمال والصبر. واللي يعرفني زادة من الناس اللي تعرفوني مليح لأنا شخص صبور 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 جدا معناها. أنا حتى حسيلو ما نطولش عليكم، اللي حبيت نقوله لكم ملخص علاش يعني قدمت مثال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه ديما فما بدايات جديدة وديما فما حياة جديدة. ساعات يخيل لنا أنه الدنيا تقف على أشخاص ولا تقف على أماكن. وأنا الكشف ميديا معناها بنيتها حجرة حجرة وفرحانة باللي عملته فيها وباش تقعد وسام على صدري اللي عملته أنا في كشف ميديا، وين وصلت كشف ميديا وكيفاش نخرج أنا من كشف فينا مستوى خليته. واللي عمل الكشف يعمل غيرها مديم عندهم ناس يحبوهم كيفكم توم، وانا نحبكم. دونك كهو ميلا نحبكم برشا، واستنيونا عادة في تو ميديا مشروع جديد متاعنا ان شاء الله الاعلامي. بتبيع خط التحرير صحافة مستقلة وتدافع عن الحقوق والحريات، صحافة تؤمن بمدنية الدولة، صحافة تقوم بدورها الصحفي قبل كل شيء. ومرحبا باللي يحبوا ينضموا، احنا مازال ما حليناش ابيلا كانديداتور في دي بوست معينين، لكن اي شخص ينجم يرى روحه انه ينجم يضيف المؤسسه العالميه هذه ينجم يبعث على الميل هيك على صفحه تيني ميديا. استنيونا برشا.